شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن، ساءته أزمان. ساءته أزمان هي الأمور كما شاهدتها. بعد أن كانت هزيمة المسلمين في بلاط الشهداء، تولى الأمور بعد عبد الرحمن الغافقي رحمه الله عبد الملك بن قطن الفهري. كانت الناحية النفسية عند المسلمين مهتزة بسبب الهزيمة الكبيرة، ولم يربح المسلمون في تلك المعركة لا الغنائم، ولم يربحوا النصر ولا سلامة أنفسهم، فقد قتل عدد كبير من المسلمين. وكان القتل بالنسبة للصليبيين الذين انتصروا في تلك المعركة، كان القتل شيئا فظيعا في المسلمين لما بدأ ينهزم المسلمون. وحدثت ثورات كبيرة جدا في الشمال الأندلسي في تلك المنطقة بعد هذه الهزيمة، لأن الولايات الشمالية أصلا كانت كلها ولايات إسلامية، فلما حصلت الهزيمة الكبرى وتراجع الجيش الإسلامي قامت الثورات العارمة في تلك المنطقة، يؤيدها الجيش الفرنجي الصليبي الكبير الذي كان فيها. حاول عبد الملك بن قطن الفهري، وهو الذي تولى الأمور بعد الغافقي عام 1400 للهجرة، حاول أن يخمد تلك الثورات، واستطاع فعلا أن يخمد بعضها، ولكنه لم يستطع أن يواجه بعض تلك الثورات. واستمر الأمر في مصارعة هذه الثورات بقية عام 1500 للهجرة. عبد الملك بن قطن الفهري المشكلة أنه عاد إلى مشكلة العصبية القبلية، فهو متعصب لليمنيين في الأندلس. ونحن ذكرنا في عدة قصص عن الأندلس أن العصبية القبلية إذا ثارت تثور بشكل عنيف وتفت في عضد المسلمين، فيصبح اليمنيون مقابل المضريين مقابل القيسيين، أيضا العرب مقابل البربر، تصبح العصبية هي السلاح الفتاك ضد المسلمين. عبد الملك بن قطن رحمه الله وسامحه الله مال إلى إيقاظ العصبية اليمنية، لأنه كان هو ينتمي إلى اليمن، واستمر يدعم هذه العصبية إلى أن عزل عن ولاية الأندلس في عام 1600 للهجرة. جاء بعده عقبة ابن الحجاج السلولي، وكان ذلك في عام 2300 للهجرة، حيث استطاع أن يعدل الأمور تقريبا تعديلا معقولا، واستطاع أن يعيد بعض الأمور إلى نصابها، وحاول أن يخمد شيئا من العصبية، بالرغم من أنه كان أيضا هو لديه ميل الآخر في عصبيته. وظلت المسألة مضطربة من عام 1600 للهجرة إلى عام 2300 للهجرة، الفترة التي ولي فيها عقبة ابن الحجاج السلولي. بعد ذلك عاد عبد الملك بن قطن إلى الولاية في الأندلس، وهنا استمر فترة وجيزة، ثم خلعه وقتله البلج ابن بشر، قتل عبد الملك بن قطن وتولى ولاية الأندلس بعده في عام 2300 للهجرة. قتل بلج ابن بشر بعد ذلك بفترة وجيزة، وهذا أيها الأحبة يدلنا على خطورة الأوضاع في الأندلس، على الاضطراب، على العصبية القبلية، حيث أصبحت مسألة القتل للقواد وللولاة متعاقبة جدا، وهذا بلا شك يهز الجبهة الداخلية، وقد اهتزت فعلا الجبهة الداخلية، بالرغم من أن هنالك مواقف مشرقة. يعني مثلا في بعض المعارك في سبتمانيا في تلك الفترة، في هذه الفترة الحرجة، انتصر المسلمون انتصارا ساحقا على الإفرنج، واستطاعوا فعلا أن يحرروا جزءا من سبتمانيا، لكنهم لم يستطيعوا أن يحافظوا على النصر، لأن الجبهة الداخلية كما قلنا مهزوزة، والعصبيات القبلية منتشرة. أيضا قتل بلج ابن بشر، فخلفه ثعلبة ابن سلامة العاملي في عام 2400 للهجرة. هنا حصلت ثورة عارمة على ثعلبة ابن سلامة العاملي، وهنا نستدل على خطورة الأوضاع بالنسبة للأندلس.
وخطورة الاضطراب الداخلي في هذه الفترة الحرجة التي جاءت بعد هزيمة المسلمين في بلاط الشهداء. فتحصن ثعلبة في حصن شهير ومعروف في الأندلس اسمه حصن ماردة، واستطاع أن يهزم الثوار هزيمة النكراء، لكن اتبع ثعلبة طريقة ما كانت معروفة قبله بهذه الصورة البشعة في الأندلس. الثوار كانوا من المسلمين، يعني كانوا من القبائل الأخرى، فلما انتصر عليهم أعمل فيهم من القتل والتنكيل والسبي لنساء المسلمين ما لم يكن يتوقعه أحد. وهنا بدأت جرثومة الظلم المعلن والطغيان والقسوة تدب إلى أوصال الأندلس، وهذه الجرثومة هي التي تفني الممالك وتهدم الدول. فقتل الناس قتلا عجيبا، وسبى النساء والذراري، واعتدوا على الناس اعتداءات خطيرة في هذه المسألة. هنا استيقظ والي شمال أفريقيا وهو حنظلة الكلبي، فولى أبا الخطار الحسام بن ضرار بدلا من ثعلبة ابن سلامة العاملي، ولاه ولاية الأندلس وولاه قيادة الجيوش، وذلك في عام 25 و100 للهجرة. المشكلة أن أبا الخطار وكان رجلا شجاعا ويتحدثون عن قدراته حتى القتالية وقدراته الإدارية الكبيرة، لكن أيضا كان مصابا بداء التعصب لليمانية مرة أخرى، فأظهر التعصب، وبمجرد ما أظهر التعصب ظهرت العصبيات الأخرى، واستمر الاهتزاز الأوضاع واضطرابها في الأندلس بسبب هذه اللوثات القبلية التي كانت تصيب هؤلاء القوات. أبو الخطار خاض بعض المعارك مع الثوار وكان ينتصر وكان شجاعا، لكن عصبيته قللت من قدرته على التأثير في عامة الناس في الأندلس. فنحن نعلم أن الإنسان إذا حصر نفسه في زاوية ضيقة وهو والي وهو قائد بلا شك أنه يفقد حماسة الناس معه ويفقد تقدير الناس عامة الناس له، ما عدا الناس الذين يتعصب لهم وهم الفئة التي تنتمي إلى قبيلته. فظل أيضا في صراع عنيف في هذه المرحلة، وتروي لنا قصة تاريخ قصة كثيرة، يعني مثلا طمع فيه بعض الإفرنج فبعثوا إليه بعض الرسل، وفي هذه المرحلة بالذات من الأندلس كان الإفرنج يبعثون برسل إلى القواد والولاة في الأندلس الإسلامية، لأنهم عرفوا أنهم ضعفوا واستكانوا إلى التعصبات القبلية واضطربت أوضاعهم في الداخل، فطمعوا فيهم فكانوا يبعثون بعض الرسل إليهم ليحصلوا على ولائهم ضد إخوانهم. في هذه المرحلة لم تكن النفوس المسلمة في الأندلس قد تهيأت للخيانة العظمى التي حدثت فيما بعد في ملوك الطوائف كما هو معروف في سيرة ملوك الطوائف في الأندلس. فكان من بعث إلى أبي الخطار ببعض الرسل من قبل الروم، يعني من قبل جنوب فرنسا، يطمعونه في أن يتفق معهم اتفاقا يدعمونه به فيصبح هو الوالي الدائم المستمر على بلاد الأندلس، لكن ما عرف عنه أنه رد أولئك الرسل وطردهم كما يقولون شر طردة. وهذا دليل على أن النفوس من الداخل ما تزال فيها الروح الإسلامية، وما تزال فيها الأحاسيس المتوقدة بالأمانة والحرص على أن يظل الإسلام هو الحاكم في الأندلس. إنما المشكلة في الوسائل الأخرى التي تفد في عضد القوة الإسلامية، ومن أخطرها في هذه المرحلة التعصبات القبلية. إذن تعصب أبو الخطار الحسام بن ضرار لليمنيين حتى إذا جاء عام 27 و100 للهجرة ترك ولاية الأندلس وتولاها غيره، وهكذا دواليك كانت تسير الأمور في هذه المرحلة من حياة المسلمين في الفردوس المفقود. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان.